السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. محاضرة اليوم بعنوان Sorption of a pure sorbate or a mixture of sorbates in a sorbent framework. شايفين الاختلاف في الألوان Sorption, Sorbate, Sorbent. في المحاضرات اللي فاتت كنا بنستخدم Term Absorption بدل Sorption و Absorbate بدل Sorbate و Absorbent بدل Sorbent. طبعا في اختلاف between Sorption والأبسوربشن. الأبسوربشن اللي هي الانتزاز، اللي هي الأبسوربشن على السيرفس. الأبسوربشن ده الامتصاص، زي ما حط سفنجة في مية تمتص جزئيات المية بالداخل. فالأبسوربشن امتصاص والأبسوربشن اللي هي عملية الامتزاز على السيرفس. في محاضرات اللي فاتت اللي هي في محاضرات الأبسوربشن كنا بنستخدم الأبسوربشن ليكيتور. ده طبعا مديول اللي هو في ماتيريال ستوديو. في المحاضرة دي هنتعلم ونشوف هنا مديول جديد اسمه أبسوربشن. واحنا قلنا الأبسوربشن قايمة على مونتي كارلو سيميليشن. الأبسوربشن أيضا بيستخدم المونتي كارلو سيميليشن. الأبسوربشن توربنت بيكون 3D فريمورك زي الزيولايت، الماف، الكاف اللي احنا اتكلمنا عنهم المحاضرات اللي فاتت. الماف اللي هو ميتال اورجانيك فريمورك، والكاف اللي هو كوفيلنت اورجانيك فريمورك. الابسوربشن مديول مهم جدا في عمليه تحديد الماكسيمم لودنج لل 3D فريمورك، قد ايه هيشيل سوربيتس. في المحاضره اللي فاتت لما كنا بنحدد الماكسيمم لودنج للزيولايت للابسوربشن للكلوروفينول كنا بنعمل ايه؟ كنا مثلا بنقترح مثلا او بنشوف ان الزيولايت ده هيشيل 5، فبنلاقي محددين اللودنج 5 ونشوف لو هو اكسبتد هيقول اكسبتد ويعمل الايه السيميوليشن. لو هو مش هاكسبتد هيجي فيلر وهيقول لك ان ريكويستد 5 والماكسيمم 4، وبعد كده بيبدا ايه نجرب الاربعه ونشوف هيبقى اكسبت الاربعه ولا لا. وبالطريقة دي بنقدر باستخدام الأبسوربشن ليكيتور نحدد الماكسيمم كاباسيتي للفريم ورك. وطبعا كنا بنستخدم الباوندينج. هو اصلا الأبسوربشن ليكيتور ليه سيرفيس، لكن احنا ابتدينا نستخدمه في 3D فريم ورك. ميزة بقى الأبسوربشن ان هو يقدر يقوم بالعملية دي اوتوماتيك. انت بس بتحدد له البريشر او التمبريتشر، هو يقول لك الماكسيمم لودنج للسوربيت ده قد ايه، ولو عندك ميكشر هيقول لك الماكسيمم لودنج للسوربيت رقم 1 قد ايه والسوربيت رقم 2 قد ايه. At different مثلا pressure او fixed pressure انت اللي بتحدد الكونديشن. فبالتالي مهم جدا في عملية السبريشن او السلكتيفيتي. ونشوف كده سوربشن مديول ومميزات السوربشن مديول. السوربشن مديول allows you to simulate a pure sorbate or a mixture زي ما قلنا absorbed in a sorbent framework. طبعا قلنا ده 3D periodic structure with pores of a size and shape suitable to accommodate the sorbate molecules. طبعا علشان يقدر يحصل sorption لمولكيول معين فلازم ان يكون ايه اقل من السايز والشيب اللي هو للبورز الموجوده في ال 3D. السوربشن مديول مش مقتصر بس على جازس، لا ممكن نستخدمه في برضه سمول مولكيولز. الفاكتور المهم هنا او اللي بيتحكم في السوربيت اللي هو السايز والشيب بتاع البورز الموجوده في السوربنتس. Typical examples of sorbents includes microporous and mesoporous materials such as zeolites, aluminum phosphates, clays, nanotubes, polymer membrane, silica gels activated. ولمشاهده الفيديو بالكامل لازم تكون متصل في القناه. بعد الانتساب هتروح لقوائم التشغيل البلاي ليست، هتلاقي مقرر الميكرو ميكانكس اللي هو MM01، هتلاقي الفيديو هناك موجود بالكامل. النقطه دي للاكسبيرمنتالست. اما بالنسبه للكمبيوتيشن فده علشان يعمل ديزاين نيو ماتيريال لستورج لجاز معين او لسيبريشن. سوربشن اوفرز 5 ديفرنت تاسكس. الجوبز الموجوده في السوربشن مديول فيكسد بريشر سيميوليت سوربنت فريم ورك ان ايكوليبريم ويز سوربيت ريزرفوار ات ا فيكسد بريشر. يبقى ده يقدر يعمل سيميوليت ات فيكسد بريشر وجيفن تمبريتشر. يعني انت بتحدد البريشر وتحدد السوربيت، هو يقدر يقول لك الماكسيمم لودنج قد ايه او اللودنج قد ايه عند الكونديشن دي. سوربيت موليكيولز كان فلو ان اند اوت زي ما قلنا، هو يقدر يتحكم انه قل يزود الموليكيولز، هو اللي بيديك الماكسيمم اللي هو ات فيكسد ايه بريشر اوف ذا فريم ورك تو مينتين ذا فيكسد بريشر. سوربيت موليكيولز كان اولسو تشينج ذير بوزيشن اورينتيشن كونفورميشن ويزن ذا فريم ورك اوفر ذا كورس اوف ذا سيميوليشن. فيكسد لودنج انت بتحدد اللودنج، يبقى هنا انت بتحدد البريشر وهو هيقول لك اللودنج قد ايه قد الفيكسد بريشر. انت هنا بتحدد الفيكسد لودنج سواء كان انا عايز مثلا 10 من الموليكول ده او الميكشر قد ايه كومبوزيشن قد ايه، وهو يعمل لك السيميوليشن ات جيفن تمبريتشر. طبعا ده مونت كارلو سيميوليشن،
يعني السبريت مولكيولز كان تشينج ذا بوزيشن اورينتيشن اند كونفورميشن ويزن ذا فريم ورك اوفر ذا كورس اوف سيميليشن. نفس الكلام هنا. المثال اللي معانا هنا زيولايت ده اسمه ام اف اي وعندي السوربيتس كربون دايوكسيد وميثان. الاول هنشوف السوربشن للميثان في الام اف اي والسوربشن للسي او 2 في الام اف اي ونعمل ميكشر من الاثنين. طيب ده زيولايت، نخلي البرزنتيشن انا بعمل كده رايت كليك سيلكت فراجمنت نخليه ستيك التو جوبس انتهوا. اوكي بالنسبة للميثان نشوف النتائج اللي بتدالي في الاخر. بيديني هنا اهو السوربيت طبعا ده البريشر اللي احنا اخترناه، الافرج لودنج 7.9 ده بالنسبة للميثان، المينيمم لودنج 4 والماكسيمم لودنج 11. يبقى الافرج ده كام فريم؟ 10. يبقى ده بالنسبة للسيميوليشن للفيكسد لودنج سولتو اعلى بكتير من الميثان والايزوستيريك هيتس. وبكده يبقى وصلنا لنهاية المحاضرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.